أحسن الله إليكم من فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل في سؤال يقول: ما رأيكم من فضيلة الشيخ في رجل يصلي جميع الصلوات في الجماعة عدا صلاة الفجر، ومع ذلك يسمع الأذان والإقامة ويجلس في فراشه حتى يصبح الصبح، ماذا عليه مأجورين؟ يحرم عليه ذلك، لأن يعني صلاة الجماعة فرض عين على الرجال الذين يسمعون النداء ولم يمنعهم مانع من الحضور. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لي. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: يا رسول، قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فلا يجوز للإنسان أن يتكاسل عن صلاة الجماعة في جميع الفروض، وكونه يصلي الفروض في جماعة إلا صلاة الفجر هذا غلط عظيم وخطأ كبير، وهذا هذه صفة المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. نعم.